السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. يا الله، السلام عليكم، صبحكم الله بالخير شباب. يوم جديد وفيديو جديد وان شاء الله ينال اعجابكم. اخبار مفرحة جدا جدا ان شاء الله ان شاء الله على الزوج الغندور الفيشر، على الفيشر جبناهم قبل فترة وشوفناكم شلون بنوا العش، واني شفت قبل يوم او يومين اكثر من يومين اكثر بيضات بيضايتين او ثلاثة، والله ما اتذكر زين. وهسه قدامكم راح نفتح العش لخاطركم ونشوفكم كم بيضة باضت. صلوا على النبي يا شباب واذكروا الله، لأن العين حق. فقولوا ما شاء الله تبارك الله، ويلا وياكم خلي نفتح العش ونشوف. بالمناسبة مثل الكوكتيلات، مثل ما قلت على الكوكتيلات قبل فترة بالفيديو السابق، أنا حاط لهم هنا قمح منقوع وشعير عظم الكلس، هذا خليط من عظم الحبار، هذا من ابو المحل ضمن لي ضمان، قال لي هذا خليط من عظم الحبار زائدا قشور البيض واربع خمس فيتامينات، والله ما اتذكر شنو، بس قال هذا على ضمانتي فجبته على ضمانته، زائدا الحبوب العاديه مال الفيشر. البارحه كنت حاط لهم خلطة البيض بالبقسماط زائدا الجزر والشوفان، وحاط على البيض مطحون قشور البيض على مود الكالسيوم، فأني معززهم بكالسيوم بشكل مو طبيعي، لأنه الأنثى خلال وضع البيض تفقد جزء كبير من الكالسيوم، لازم نعوضها بالكالسيوم على مود تحط لنا بيض هوايه. وباذن الله باذن الله هسه قدامكم، والله اني ما اعرف ايش قد اكو، ان شاء الله ان شاء الله على وجهكم نشوف الخير وقولوا يا الله. وراح نصعد لانه عالي اني حاطه، نصعد نشوف، شوفوا هاي الحركه السحريه مالتي على مود يطلعون. يلا اطلعوا، يلا هذا واحد، هاي اثنين. بالمناسبة خلي أشوفكم الأنثى من بينه، خلي أشوفكم الأنثى شلون بطنها مليانة. شوفوها يا شباب، شوفوا ما شاء الله، شوفوا هذه الأنثى، إذا إن شاء الله عدها بيضة الأخ إن شاء الله. فخلي نصعد إحنا وياكم ونشوفكم شنو محطوط وشنو أكو بالعش بإذن الله تعالى. بسم الله بسم الله، اطلعي اطلعي اذا تسمحي لنا. هسه نشوفكم بطن الانثى من قريب، عن قرب نشوفكم بطن الانثى، بس لو تندار علي على مود تعرفون شو وقت الانثى تكون عندها بيض. هاي شوفوها، شوفوها شلون نازله بطنها ما شاء الله تبارك الله. هسه نقول بسم الله ونفتح العش. طبعا انا حاط له 250 قفل للعش، لانه الغندور مو ثقه، ابدا مو ثقه يا شباب. بسم الله بسم الله، اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا محمد. اربع بيضات مثل ما تشوفون يا شباب، اربع بيضات بيضا. انا قبل يومين او ثلاث ايام يمكن كنت شايف ان ثلاث بيضات، هسه ما شاء الله صايرات اربع بيضات. نرجع نحط قفالتنا، نقفل. وبهاي الفتره لازم الاعتناء طبعا. بالمناسبه شوفوا حاط لهم ملح خشن، حاط لهم ملح خشن، ضروري الملح الخشن للطير. بهاي الفتره الاعتناء بالطائر، بالاكل، بالاكل العادي هذا مالتهم، زائدا مثل ما تشوفون هنا قمح اني اسلقه صراحة. انا قبل بيوم، يظل يوم كامل منقوع، اول شيء اغسله فضل فوتو. ضعوا هاي الانثى ما شاء الله شلون بطنها، اتوقع عندها بيضة الاخ ان شاء الله.
نرجع لموضوع الحنطه، الحنطه المسلوقه انا انقعها قبل بيوم، اغسلها غسل جيد اول مره 3-4 مرات اغسلها، بعدين انقعها يوم كامل، ورا اليوم الكامل اسلقها، وحطيت فيها شعير شويه لان فوائد الشعير هم لا تعد ولا تحصى. هنا عندي قطعه عظم حبار هم حطيت لهم اياه، زائدا هذا الكلس اللي انتم تشوفوه. بهاي الفتره ضروري ضروري الاعتناء بصحه الطائر. شكرا لكم، شكرا للمشاهده، ان شاء الله يا ربي الفيديو يعجبكم، وياكم دائما وابدا قناتكم طيور احلامي. لا تنسونا من الاعجاب والاشتراك دعما لنا، خلونا نستمر وياكم، نعطيكم نصايح، نعطيكم معلومات على الطيور. مع السلامه.